عشية انطلاق الزيارة السنوية لكنيسة الغريبة، توقعات بقدوم 2500 زائر وإجراءات مكثفة لتأمين هذا الموسم. المنتجات المقلدة تكلف المجتمع خسائر مالية وبشرية، ودعوات متزايدة لمقاطعتها. وفي العالم، القوات العراقية تواصل الهجوم على معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالفلوجة، وقلق دولي متزايد بشأن المدنيين المحاصرين. الثامنة مساء في تونس، تحية طيبة لكم جميعا. تنطلق غدا الزيارة السنوية لكنيسة الغريبة وسط إجراءات أمنية مشددة. الزائرون من تونس وخارجها يستغلون الموعد لزيارة أماكن كان لهم ماض معها. عشية انطلاق الأحياء الرسمي لزيارة الغريبة بالكنيسة اليهودي بمنطقة الرياض بجزيرة جربة، تسبق هذا الموعد السنوي زيارات إلى عدد من المواقع ذات الصلة بالديانة اليهودية في المناطق المجاورة لجزيرة جربة. وقت يجيهم ما جماعة زيارة الغريبة يحبوا يتفكروا جادة صغرهم في وقت كانوا صغار في البلدية هذه وتولد فيها وادي كبرت فيها وادي قريت فيها، يحب يشوف وقت صغره كيفاش كان. أما الفائدة هي الغريبة بها الفايدة، يزوروا بلادهم. فمن يسكن في جربة يجرب، يسكن في زريس يزرزيس. هذا ذكر الأمن، الأمن مش في جماعة الغريبة كهو، الأمن طول العام. أنا برسك على عام كامل صحيح في الغريبة ينزل شوية، مي الحمد لله أكثر حاجة اللي نعتزوا بها في زرزيس لأولاد بلادنا في زريس. معنا نحكي وإحنا كنا توانسة، معنا المسلمين أولاد بلادنا هنا في الحارة يفرحوا معنا برشا ويسهلونا برشا، معنا زوار كيجوا يفرحوا بهم. زيارة هذه المواقع وأحياء الطائفة اليهودية بمعتمدية جرجيس رافقتها إجراءات أمنية ولوجستية لمختلف الوحدات الأمنية والعسكرية. كالعادة والعوايد هذا معروف في الأمن التونسي في كل مناسبة وما غير مناسبة. هذا الظاهر اللي هو في المغرب، تشوف اللي براج، تشوف برشا أمر كذا كذا، أما لكن اللي ما تشوفوش فيه هذاك هم يعرفوا. احنا نبداو راقدين في ديارنا هما قاعدين يعسوا، واحنا قاعدين في مروحنا هما قاعدين يعسوا، وهذا ما نشوفوش فيه كما الفتره دي بتاع الغريب اللي هي معروفه كل عام موجود الامن كما قلت لك من مزرعه حد البنجر. ده من عديد دول العالم، تونسيون ومن جنسيات اجنبيه، زياره الغريبه بالنسبه اليهم عناوين متعدده. وتزامنا مع هذا الحدث السنوي الذي يتوقع أن يستقطب وفق رئيس جمعية الغريبة بيريز طرابلسي 2500 زائر من عدة دول أوروبية، فضلا عن زوار من داخل تونس، تضاعفت الاستعدادات الأمنية بكل من جربة وجرجيس من ولاية مدنين لإنجاحه. استعدادا لزيارة الغريبة والموسم السياحي، ووفق التقديرات عرفت المنظومات الأمنية بالوحدات السياحية المتوزعة بين جزيرتي جربة وجرجيس تدعيما بآليات مراقبة إلكترونية متنوعة وتعزيزا بموارد بشرية متخصصة. التأمين الذاتي للنزول حاجة أولوية قصوى بالنسبة لكم في الوقت الحالي؟ ولت أولوية قصوى، حتى من ميزانية ضعفت ونجم نقوله مشيت 3 مرات قد ميزانية الأصل. خدمنا على معناها الموارد البشرية، زدنا في الكاميرات سيرفيانس لسال ديفيزيوناج، عملنا حماية خارجية للمؤسسة وحماية داخلية دو نيفو. أمور أمنية داخل لاباس الحمد لله، الكاميرا بكثرة، العوانة بكثرة، ومحترسين يدخل الساحة يشوف يبدأ فرحان. شريت الشت في الشت زادة كيف كيف باللي جمال. المنظومات الأمنية المعتمدة داخل الوحدات السياحية بالجزيرتين تسند جملة من الإجراءات الصادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة بمدنين في تواصل وتنسيق مستمرين مع الوحدات الأمنية في صياغ الشماعات المكثفة للوقوف على كل التفاصيل. باش نواصلوا في تطبيق يعني زيارات متابعة مراقبة، إضافة إلى الرسائل والمناشير اللي كنا وجهناها للنزل للوقوف على إرساء
لمنظومة التأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية. وإحنا إن شاء الله والحمد لله توا في وضعية نجم تقول جيدة، في أتم الاستعداد إن شاء الله. جاهزية الوحدات السياحية من منظور المراقبة أولا والخدمات ثانيا يراه خبراء بعضا من المؤشرات الدالة على انفراج الموسم السياحي ككل شريطة استقرار أمني ومحيط بيئي سليم. وتنضم إلينا مباشرة من جربة مراسلة الأخبار فايزة سكرافي. إذن فايزة، ما هي آخر الاستعدادات لإنجاح موسم حج الغريبة لهذه السنة؟ مساء النور طيب ومساء النور لكل السادة المشاهدين. مثل ما ذكر في التقرير هناك استعدادات أمنية وتواجد أمني متمركز بمحيط معبد الغريبة هنا بجزيرة جربة، وأيضا اليوم تضع الأطراف المتداخلة لتأمين موسم الغريبة لهذه السنة اللمسات الأخيرة هنا بالمعبد. ويحضر معي ضيفي ريني الطرابلسي منظم رحلات موسم الغريبة يعطينا أكثر هذه التفاصيل. مرحبا بك ريني. إذن آخر لمسات للاستعداد خاصة هنا في المعبد لانطلاق يوم غدا صباحا موسم الغريبة واستقبال الزيار من خارج تونس ومن داخل تونس من الطائفة اليهودية. مرحبا بكم. نجم نقولوا للغريبة وجزيرة جربة حاضرة معناها باش تقبل الضيوف الكل نتاع الغريبة، الزوار الغريبة. كما شفتوا من نهار الخميس اللي فات معناها توافد كبير من الزوار، واليوم صرتوا اليوم وغدوة فما رقم كبير برشا من الزوار لأخر وقت باش يجيوا هوني لجربة. فريمون الغريبة كما شفتوا مزيانة ومدونة وغدوة حاضرة 100%. التواجد الأمني اللي موجود هوني في جربة بحث النزل وطور معناها المعبد الغريبة حاجة حلوة برشا، والأمن فريمون خدم برشا فيك بروفيسيوناليزم الجيش والأمن والحرس والأمن السياحي والعوان المطار. الاستقبال اللي كان فريمون حلو برشا هوني في جربة، وهالي جربة زادة فرحانين برشا شفناه اليوم في السوق، الزوار خرجوا في حومة السوق وهالي جربة كانوا فرحانين برشا، وتجار جربة شافوا الناس معناها ياخذوا الريتم النورمال متاع السواح يجي السوق ويتفرج ويعمل قهوة ويشوف الجزيرة اللي هي حلوة برشا. ولحظة زادة الوسائل الإعلام العالمية اللي جات كثافة كبيرة كبيرة برشا في جربة من كل البلدان الأوروبانية حتى من أمريكا، وصرتوا البلدان حاجة حلوة هم البلدان اللي هم قاطعوا السياحة على جربة كما الطليان والبلج والسويس وبرشا والهولنديين زادة جايين جاوا قاعدين يتفرجوا في الزيارة هذه، قاعدين يتفرجوا في النزول في جربة في السيكوريتي اللي فما هوني في جربة، وهذه حلوة برشا. في هذا الإطار ريني تحدثت على التوافد الزوار من الطائفة اليهودية، حسب التقريب أنت ذكرت عدد يمكن تكون عدد هام هذه الموسم حسب التقريب اللي وصلوا الآن إلى جزيرة جربة، وما هو العدد المنتظر خلال الزيارة الكاملة؟ شوف جمعتين قبل الغريبة كنا خايفين شوية بالحداث اللي ترات بنقردان وغيره، كنا خايفين شوية وخفنا من نومبر متاع زير، لكن اليوم يمكن عندنا مفاجأة سارة برشا على قد الأعداد اللي عندي، ونتوقعوا معناها باش نتعديوا النومبر متاع الزوار اللي باش يجيوا الجربة. أظنوا الرقم 500 متاع ملول باش نعديوه، ويمكن غدوة عندنا مفاجأة بها يمكن نعديوا أكثر من 600 زائر غريبة من الخارج. ومع العدد الموجود اليهود الموجودين من تونس معنا يصل العدد حسب المتكهن به إلى 2500 يهودي يقومون بزيارة المعبد الغريبة لهذه السنة. بالطبع إذا نحكيه على اليهود الموجودين في تونس وفما اللي جاءوا عند العائلات متاعهم في جربة زادة، النجم نقوله للغدوة كان حب ربي معنا النومبر يكون أطور 2500 زائر هوني في الغريبة. فقط باختصار ريني تأثير إيجابي أكيد نشوفه فيه من الجانب السياحي، خاصة ذكرت أنهم يزوروا في أسواق الجزيرة وأيضا في الوحدات الفندقية، هذا يعطي انعكاس على تنشيط الحركة السياحية بجزيرة جربة.
بيان سور احنا قلنا يلزمنا نشتغلوا زياره الغريبه الوقت نتاعها باهي، مازال السيزون ما بداتش، باش معناها نعدوا ميساج ونستغلوا وجود الاعلام الخارجي هوني في جربه، تولي ميديا اللي هوني نستغلوهم باش نعديو دي ميساج ونوريو اللي هي تونس، راهو تونس فيها السيكوريتي وفيها الجمال، وشفتوا الطقس معناها مزيان برشا في جربه والناس في البحر تعوم. هذه حاجه ديما يلزمنا نستغلوها اترافير زياره الغريبه، وما نساوش الوفود اللي جايين من الخارج كما نقولوا الضيوف تونس، ضيوف كبار برشا باش يجيو هما اترافير زياره الغريبه يحبوا يساندوا تونس. وكما تعرف فما عدد كبير من الامريكان اللي هو جاي الجربه غدوه من الكونغرس الامريكان، شباب كونغرس امريكان جايين يحبوا يشجعوا تونس ويحبوا يهنيونا بالزياره هذه، وهذه حاجه حلوه برشا المستقبل نعم. السياحي ومستقبل الايماج نتاع تونس. نعم هذا طيب كل ما لدينا. نعم شكرا لك فايزة، أكيد ستكون لنا في الغد مواكبة لموسم حج الغريبة. شكرا لك مراسلة الأخبار من جربة فايزة سكرافي، وأيضا شكرا لضيفك. في موضوع آخر، تميزت الدورة الأولى للصالون الدولي للسياحة بسوسة بحضور عدد من الفاعلين في القطاع السياحي لتقديم منتوجهم السياحي والتسويق له، حيث تم تسجيل مشاركة أكثر من 80 شركة ومؤسسة تونسية ناشطة في مختلف الأنشطة السياحية. حضر الفن في كل أرجاء المعرض الدولي للسياحة بسوسة، فن الطبخ والمشروبات، فن الصناعات التقليدية والشعبية، وفن السياحة الاستشفائية. جبنا لكم عادتنا وتقاليدنا تاع الجزائر، وكل هذا تقليدي من عند أمهاتنا وجداتنا ومن اللي علمونا خدمناهم، بيقعد التراث يمشي ما يحبسش، وعادتنا في اللبسة وعادتنا في المكياج في الحولي اللي نديرينهم. البلا ولا معنى البريباراسيون إذا كان ما تكونش معنى في حقها ما تبداش بنينة، ما تبداش بيان بريزونتي، خاطر توا ما عادش ناكلو معناها كان جوست معناها جو وكهو، ناخذو توا ناكلو حتى بالعين زاده، ولا الحريف ياكل بالعين زاده. وكالات الاسفار واصحاب النزل عرضوا خدماتهم لترويج منتوجاتهم السياحيه. المطار بتاع مدينه المنستير تقريبا يبعد على ما يفوتش 5 دقائق معناتها تقريبا بالسياره على المنطقه السياحيه الكل، دونك احنا ماشيين في الاتجاه هذايا وان شاء الله معناتها الايام القادمه انه باش نزيدوا اون كونسوليد معناتها نقوموا باعمال ان شاء الله في الاتجاه هذايا للسياحه التونسيه وخاصه السياحه الطبيه. المعرض هذا الغايه منه هو تقريب الوحدات السياحيه من فنادق ومن وكالات اسفار للمستهلكين، يعني للتونسيين اللي يبغيوا معناها قضاء شيء من الوقت او شيء من عطلهم في الوحدات السياحيه. الصالون سيكون فرصه للتونسيين لبرمجه عطلهم والحجز المسبق لها. معرض مهم خاطر فيه عديد من وكالات الاسفار ومن اصحاب النزل قاعدين يشاركوا فيه، ثم مؤشرات ايجابيه للموسم الجاي بيان سور مربوطه بالامن ومربوطه بحاجات اخرى. واحنا عملنا برنامج عام سنة هذية في الترويج الداخلي للسياحة الداخلية، وعملنا برنامج نفس الشيء في السياحة مع السياحة الجوار الجزائرية اللي هي سوق معناها سوق تقليدية لتونس. المعرض الدولي للسياحة في دورته الأولى بسوسة سيواصل نشاطه إلى 26 من الشهر الجاري بحضور السياح إنجاحا للموسم القادم. يقبل عدد من التونسيين على شراء المنتوجات المقلدة التي أصبحت تغزو الأسواق التونسية، منتوجات يشكل استهلاكها خطرا على جوانب عديدة من حياة المواطن ومنها بالخصوص الجانب الصحي. السموم والرصاص وزيوت السيارات ومواد كيميائية خطيرة هي بعض مكونات المنتوجات المقلدة التي تباع في الأسواق الموازية. هذا ما كشفت وتكشف عنه المخابر عند تحليلها لعدد من المنتوجات الاستهلاكية المقلدة وفق الجهات المختصة. مخاطر صحية اللي تنجم تنجر على استعمال المواد المقلدة نجم تكون مخاطر حينية، معناتها بالوقت يطلعوا المخاطر ذما كيما يكونوا حساسية تهيج، لكن ثم مخاطر تجي على أمد طويل توصل أحيانا إلى مرض السرطان. عافانا وعافاكم الله. المواد الغذائية والأدوية والملابس ولعب الأطفال والمستلزمات المدرسية، وبلغة الأرقام 90% من المنتوجات التي يستهلكها الفرد
طالتها ظاهرة التقليد حسب بعض الدراسات، ظاهرة تستوجب فطنة المستهلك بتجنب شراء المواد المقلدة أولا وتثبت من المعطيات الخاصة بمكونات المنتوج وبالمصنع وبتاريخ صلاحية فيما هم خاصة المنتوجات الغذائية. زعما تكون ظاهرة تكون مكتوبة باللغة العربية مع اللغات الأخرى في المواد المقلدة اللي جاية من الخارج عادة ما تكونش باللغة العربية، فيها تاريخ الصلاحية بالنسبة للحاجة اللي مش مقلدة تاريخ الصلاحية مش ممكن تفسخه، وقت اللي تبدأ حاجة مقلدة تنجم تنحيها بسهولة دونك هذه تعرف به المعيد. ثم في كل حكة ولا باك ومعلب تكون حاجة ما هيش مقلدة يكون فما لونيمي غدلو، معناها المصنع يحط لك العدد متاع الصنع. وبالإضافة إلى المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التقليد فإن مخاطر أخرى تتهدد المجتمعات جراء هذه الظاهرة. هذه تجارة التقليد والتجارة المهربة عندها علاقة بالمافيات متاع التهريب واللي هما في الأساس وفي الأخير عندهم علاقة بالإرهاب. الحث على مقاطعة شراء العلامات المقلدة خطر جريمة، هي جريمة يلزمها عقاب. ويبقى السؤال مطروحا، كيف يمكن تجنب هذه المخاطر والمستهلك يرجح في بعض الأحيان كفة السعر على كفة الصحة نظرا لتدهور مقدرته الشرائية من جهة وزهد أسعار المواد المقلدة مقارنة بالمواد التي تحمل العلامة الأصلية من جهة أخرى. ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة الصناعة افتتحت اليوم الدورة الأولى لصالون أحداث المؤسسات بالشمال والوسط الشرقية، صالون يهدف إلى استحثاث نسق الاستثمار وبعث المشاريع لفائدة خريجي الجامعات. بهدف الترفيع في نسق إحداث المؤسسات الاقتصادية لفائدة خريجي الجامعات وربط الصلة بين حاملي أفكار المشاريع بجهات الشمال والوسط الشرقي والمؤسسات البنكية والشركات الاستثمارية خاصة إزاء صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي، انتظم الصالون الأول لإحداث المؤسسات بولايات الشمال والوسط الشرقي. اخترنا حوالي 105 مشروع بقيمة استثمارات جملية في حدود 103 مليون دينار، ونعتزم إن شاء الله تنظيم حوالي 242 لقاء مهني بين المؤسسات البنكية وشركات الاستثمارية وبين حاملي المشاريع. المشاريع المقترحة توزعت بين قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، يهدف أصحابها من خلال اللقاءات مع المؤسسات المالية إيجاد أفضل الآليات لتمويل مشاريعهم ومؤسساتهم الناشئة بما يساهم في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتيسير اندماجها في محيطها الجهوي والإقليمي. نعملوا لهم ديرون كونتر بي تو بي، لقاءات شراكة مع 24 ولا 25 مؤسسة تمويل الموجودة في الصالون، باش ننجزوا ننظموا 11 ورشة معناها خلال اليومين هذوما حتى نوقفوا أكثر معناها بصفة تشاركية على شنو هما الإشكاليات الأطعيق معناها أحداث المؤسسات في تونس. يوم مناهج تكوين يلزمها تكون مناهج تعد الطالب إلى أن يكون هو باعث مؤسسة وباعث مشروع مش هو طالب للشغل. نحبوه يتحول من إنسان يطلب شغل إلى إنسان هو يكون في مواطن الشغل لغيره. الصالون شهد تكريم الفائزين في الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتجديد. جائزة هذه تتمكن في التكنولوجيا وفي البيوتكنولوجيا خاصة، وهي تكون من برودوي أنتي فينا معناها ضد السم العقرب، والبرودوي هذا عنده سبيسيفيسيتي وخاصية كبيرة للفينا تاع تونس وحتى على المغرب العربي. كما تم توقيع اتفاقية بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وصندوق الودائع والأمانات تهدف إلى الإحاطة بمحاضن المؤسسات على مستوى الإيواء والتمويل. الاقتصاد الاجتماعي وتضامن الآفاق وتحديات كان محور ندوة دولية نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة التطوع المدني بتونس والهيئة الأوروبية للتكوين والفلاحة وعدد من المنظمات الأخرى.
يقول متابعون أن تزايد التدهور الاقتصادي في تونس دفع بمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى البحث عن حلول لتجنب أزمة اقتصادية خانقة. في هذا السياق تجدد الحديث عن الاقتصاد التضامني والاجتماعي كرافد ثالث يضاف إلى الاقتصادين العام والخاص ويكون محركا للتنمية إذا قدرت الأجهزة الرسمية ومختلف المتدخلين في هذا النمط الاقتصادي على وضع إطار قانوني وإيجاد آليات للتمويل. في المخطط 2016-2020 هي إيجاد إطار تشريعي. الإطار التشريعي ما يقتصر فقط على قانون إطاري، هناك القانون الإطاري وهناك أيضا النصوص الأخرى المتعلقة بوجود هذا القطاع وتنميته. الأسباب الرئيسية لإنجاح هي أن تكون توعية ديمقراطية ومستقلة. شرعنا بالاعتماد على هذه المعايير، على هذه الأسس الأساسية لإنجاح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتعاون مع أطراف أخرى سواء كان تونسية أو حتى دولي في إطار التعاون، على تجارب تعتمد على هذه الأسس وهي واعدة وناجحة إلى حد الآن في عديد الجهات. المشاركون في أشغال ندوة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يسعون إلى الاستفادة من تجارب كل من إيطاليا والمغرب في هذا المجال، بغية توضيح بعض المفاهيم ونشر ثقافة جديدة تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقطع مع موروث ثقافي قائم على الفردانية. اكتساب ثقافة جديدة بأن الشركة ما هي شركة، هي بركة، الشركة هي تعاون، هي التحكم في الكلفة، هي أيضا التعاضدية أو التعاونية أو الجمعية أو مجمع التنمية أو التعاضدية الصناعية أو الصناعة التقليدية، هي مؤسسات اقتصادية قائمة الذات ولكن عندها مبادئ على مستوى حسن التصرف والحوكمة والديمقراطية داخلها. il faut renforcer toutes les structures d'accompagnement et des services. يجب تدعيم كل أساليب المرافقة ومختلف في الخدمات التي يتطلبها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة في المناطق الداخلية على غرار سيدي بوزيد والقصرين. هنالك لا توجد خدمة جيدة ولا مرافقة لمشاريع في الاقتصاد الاجتماعي. يبدو حسب متابعينا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل محركا للتشغيل والتنمية عبر إيجاد الأطر القانونية ونشر الثقافة المتعلقة بهذا النمط الاقتصادي. بهدف تنمية السوق المالية بتونس ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بادرت بورصة تونس للأوراق المالية بتنظيم يوم دراسي حول التمويل عبر السوق المالية ودوره في ديمومة المؤسسات. اليوم الدراسي حضره عدد من أصحاب المؤسسات التونسية المدرجة وغير المدرجة بالبورصة. حث أصحاب المؤسسات الصغرى ومتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات استثمارية على دخول السوق المالية لتدعيم أموالها الذاتية والحد من مديونيتها، هدف تسعى لتحقيقه المؤسسات المالية للدولة بغاية الترفيع من عدد الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية والبالغ عددها 79 شركة من جملة 2000 مؤسسة اقتصادية كبرى منتصبة في البلاد. البورصة هي آلية هامة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. لاحظنا اللي اليوم ثلثين من الشركات الصغرى والمتوسطة ما تمشيش تنتفع بالتمويل في البورصة ولا التمويل بصفة عامة، على خاطر تشكو من قلة الضمانات. ونظرا للامتيازات التي تمنحها بورصة الأوراق المالية للمؤسسات المدرجة بها ولمزيد دفع السوق المالية على استقطاب أكثر عدد ممكن من الشركات، أبدى وزير المالية استعداد الوزارة لتفعيل الاستراتيجية المقترحة من طرف بورصة الأوراق المالية ضمن المخطط الخماسي القادم. المخطط هذايا هو باش نعطيه للبورصة التوجه، مش نجم تكون عندنا من جملة هيكل البورصة هيكل تجاري اللي هي تسوق للمنتوجات البورصة وتشجع المستثمرين وأصحاب المؤسسات هذوما اللي مازالوا مجاوش باش يتعرفوا على البورصة على إيجابياتها. وكل اقتراحات اللي باش تخرج من اليوم الدراسي واليوم الإعلامي هذا احنا مستعدين باش ندرسوه في وزارة المالية وندخلوا الإجراءات اللي نشوفوها صالحة لتنمية البورصة التونسية في قانون المالية لسنة 2017. تشجيع المؤسسات على دخول السوق المالية وإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية يتطلب وفق خبراء العمل أولا على منح الثقة بين المستثمرين المحليين والدولة والتخفيف من نسبة الأداء على القيمة المضافة.
تمكنت إحدى وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بسبيتلا من كشف عصابة مختصة في تهريب الأثار، وقد تم حجز 90 قطعة أثرية سيتم عرضها على المعهد الوطني للأثار للتثبت من قيمتها. قطع أثرية متمثلة في قناديل وعملة رومانية بلغ عددها 90 قطعة تم حجزها من قبل إحدى وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بسبيتلا، وذلك في إطار مقاومة ظاهرة المتاجرة بالآثار والتنقيب عنها دون رخصة. متكونة من 5 أنفار ومعهم امرأة، معناها بعد عدد كمين محكم مكننا من حجز قطع أثرية متمثلة في قناديل وعملات رومانية، وسيتم معناها عرضها على المعهد الوطني للتراث لبيان قيمتها التاريخية وتقديم الأنفار للمحكمة الابتدائية بالقصرين. الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية تمكنت أيضا من فك رموز إحدى القضايا التي استهدفت إحدى النزل بالعاصمة، وذلك بالاستيلاء على مبلغ مالي وإضرام النار بالغرفة. تعهدنا احنا في بالمؤسسة البحث في القضية اللي استهدف لها إحدى النزل بالعاصمة، واللي من خلالها تعمد الجاني معناها الاستيلاء على ما قيمته حسب معناها زعم ضرر الاستيلاء على ما قيمته 150 ألف دينار تونسية، ثم إضرام النار في الغرفة اللي كانت فيها الخزنة الحديدية الكفر فور هذايا. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من ضبط ذي شبهة بجهة قعفور من ولاية سليانة، واللي اعترف تفصيليا باقترافه العملية هذه وتعموده إضرام النار بعد ما تسنى له الاستيلاء على المبلغ المالي المتحدث عليه. وتواصل الوحدة الأمنية بمختلف أسلاكها التصدي لكل مظاهر الجريمة من أجل الحفاظ على أمن المواطن وحماية الاقتصاد من ظاهرة التهريب. صدقت الجلسة العامة في حصتيها الصباحية والمسائية على جملة من مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية واجتماعية، وقد حظيت في مجملها بأغلبية الأصوات. بأغلبية الأصوات ودون احتفاظ أو اعتراض صدقت الجلسة العامة على الفصل الوحيد لمشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة. احنا يهمنا القوانين هذه، لكن القوانين لابد زادة من دراستها. احنا كدولة قاعدين نخرجوا في زيت الزيتون غير معلب، اليوم لابد من التفكير أنه ناخذ حصتنا كاملة باش نعود على القيمة المضافة. كما صدقت الجلسة العامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي بين تونس والبحرين، اتفاق تضمن جملة من الامتيازات في مجال استثمار الخدمات الجوية والمتمثلة خاصة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون هبوط، وحق الهبوط لأغراض غير تجارية، حق كل طرف متعاقد في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها بإقليم الطرف المتعاقد الآخر. كما حظي بالمصادقة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي لسنة 2000، اتفاقية ستمكن من تجنب تعطل أو حجز السفن التونسية بالموانئ الأجنبية لعدم مسكها شهادة العمل الدولية التي تقتضيها الاتفاقية بعد دخولها حيز التطبيق. كما تمت المصادقة بأغلبية الأصوات أيضا على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس والجزائر. القانون هذا يصلح خلل حصل في اتفاقية ثنائية بين تونس والجزائر. المبدأ المعمول به هو أنه الناس الملحقين في بلد آخر العملية معناها الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي تقع حسب المعمول به في البلد الأصلي. هم ما خذوش بعين الاعتبار الشيء هذا، بحيث ثم ناس يتقص عليهم الضمان الاجتماعي نتاعهم على حسب النظام الجزائري. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حظي بدوره بموافقة الأغلبية دون عرضه على النقاش. يبدو أن ما أسفر عنه مؤتمر حركة النهضة من نتائج من تغيير في سياستها المتبعة لا زال محور اهتمام الكثيرين. عدد من النواب باركوا هذا التغيير، فيما رأى البعض الآخر خاصة من نواب المعارضة أنه مجرد صورة جاءت تزامنا مع تغير الموقف من الإسلام السياسي إقليميا ووطنيا.
لا تزال مخرجات المؤتمر العاشر لحركة النهضة محل نقاش في صفوف الطبقة السياسية وحتى خارجها في السر والعلن. كذلك كان الأمر في مجلس نواب الشعب. الجبهة الشعبية قالت إنها لا ترى سوى شعارات واستعراض قوة، وأن ما فرض هذا التوجه الجديد هو السياق الإقليمي وتغير موازين القوى في العالم. النهضة فقط تريد أن تقدم نفسها للعالم على أنها حزب مدني، لكن ليس هناك أي ورقات أو أي إثباتات لا فكرية ولا إيديولوجية أن حركة النهضة قطعت مع الدجاجة التي تبيض ذهبا وهو الإسلام السياسي وتجيش المساجد واللعب على مشاعر الناس. وانسجابا مع هذا التمشي أرجع بعض نواب المعارضة تجديد النهضة في خطابها ومراجعتها لسياساتها إلى ما يشهده الوضع الداخلي من تغير المواقف تجاه الإسلام السياسي. عن دولة مدنية وعن الدستور يكرس الدولة المدنية، وبالتالي مراش فما أحزاب اليوم يلزم تناجم تكون عندها مرجعية دينية، حبذا تفصل الدعوي عن السياسي وتصبح حركة معناها سياسية مدنية. ثم إنرشي صمود أطياف واسعة من المجتمع التونسي من التقبل تغير نمط المجتمع، بينما أعلنت عليه بينما حدث معناه اتضح أن هناك فجوة. وعلى نقيض هذا التمشي ومن داخل الائتلاف الحاكم، تحدث رئيس كتلة نداء تونس سفيان توبال عن صفحة جديدة من تاريخ حركة النهضة. احنا نحسوه معناها اللي حركة النهضة كانت تطبق اللي كنا نقولوا فيه توا، معناها ماشي في انسجام مع حركة نداء تونس في الموضوع هذا، لأن هذا كانت أحد المطالب معناها اللي طالب بها الشارع السياسي، عمل دعوي والسياسة إن شاء الله تطبق في كل هيكل الحركة بداية من القمة إلى أن نوصل القاعدة. تباين في الأراء والمواقف قابلته حركة النهضة بالتأكيد على أن تحول تونس من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي ساهم في تغيير سياساتها. الناس تحترف التشكيك ضدنا وحتى التشويه في الحقيقة وأكثر من ذلك، لكن بالنسبة للحركة لها نصوص واضحة صادق عليها هذا المؤتمر العاشر للحركة، وأيضا تصريحات واضحة والتزامات واضحة. دولة ديمقراطية يعاد فيها تقسيم الأدوار للأحزاب السياسية دور، وللمجتمع المدني الحر دور. ويرى متابعون للشأن السياسي أن الممارسة السياسية فقط ستثبت مستقبلا مدى التزام حركة النهضة بالالتزامات التي تعهدت بها في ختام مؤتمرها العاشر، خاصة فيما يتعلق بفصل العمل الدعوي عن السياسي. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم وفدا عن الشبكة الفرنكوفونية للكفاءات الانتخابية بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد انضمت مؤخرا إلى هذه الشبكة الفرنكوفونية التي تضم 27 دولة لتبادل الخبرات بين أعضائها فيما يتصل بحسن تنظيم الانتخابات. منح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج الصنف الأول من وسام الجمهورية لحسين بن عمر بن عبد الله آل إبراهيم سفير سلطنة عمان بتونس وعميد سلك الدبلوماسي بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. وأشاد السفير العماني بمتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مبرزا عزم بلاده على مزيد تعزيز أفاق التعاون مع تونس في مختلف المجالات. التقى رئيس الحكومة الحبيب الصيدا اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذلك على هامش أشغال القمة العالمية الإنسانية الأولى المنعقدة بإسطنبول. تم خلال اللقاء تطرق إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، لا سيما في ظل ما ستتيحه اللجنة المشاركة التونسية التركية التي ينتظر أن تعقد قبل موفى السنة الحالية. تطوير العلاقات الاستراتيجية بين تونس وتركيا ودفع التعاون الدولي بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في ظل ما ستفرزه اللجنة المشتركة التونسية التركية التي ينتظر أن تعقد قبل موفى السنة الحالية، أهم المحاور التي تطرق إليها رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش أشغال القمة العالمية الإنسانية الأولى. كما تبادل الجانبان وجهة النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية الاهتمام المشترك، فيما تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي التونسي التركي في أقرب الأجل.
كما كان لرئيس الحكومة لقاء مع رئيس جورجيا تطرق خلاله إلى سبل دفع العلاقات الثنائية في المجال الأمني والاقتصادي، واستعرض الطرفان خلال اللقاء أبرز الفرص المتاحة بين البلدين لإرساء تبادل تجاري بينهما يشمل خاصة المنتوجات الزراعية، واتفق الطرفان على مزيد التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية. نبقى في تركيا، حيث اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني في إسطنبول، اعتبر أن غياب معظم قادة مجموعة الدول السبع عن القمة مخيب للأمال، مشيرا إلى أن حوالي 400 من الدول والمنظمات والمجموعات المشاركة قدمت حوالي 1500 التزام خلال القمة لتنشيط العمل الإنساني، داعيا قادة الدول العالمية إلى السعي بحثا عن حلول سياسية للأزمات الإنسانية. ذكر مصدر عسكري ليبي أن 4 جنود من قوات الجيش الليبي لقوا مصرعهم جراء اشتباكات اندلعت اليوم بالمحور الغربي لمدينة بنغازي مع مجموعات مسلحة من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة. سياسيا، أعلنت مصادر مقربة من الحكومة الليبية أن هذه الأخيرة أذنت للاتحاد الأوروبي ببدء تدريب خفر السواحل في خطوة قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، قالت إنها ستساهم في السيطرة على المياه الإقليمية الليبية. في العراق، تواصل القوات العراقية لليوم الثاني على توالي تقدمها باتجاه مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار لضرب ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، بعد أن تمكنت أمس من قطع أهم طرق الإمداد لها وهي مدينة الكرمة في أكبر عملية عسكرية. مدينة الفلوجة العراقية الواقعة غربي العاصمة بغداد تحت القصف منذ أمس في عملية عسكرية كبيرة تنفذها القوات العراقية لضرب أهداف تابعة لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية. ومع تصاعد وتيرة القصف لتحرير المدينة التي تشكل معقلا للتنظيم الجهادي منذ جانفي 14 و2000، يتزايد القلق الدولي بشأن أمن المدنيين المحاصرين داخلها منذ بدء الهجوم. المجلس النرويجي للاجئين حذر من المخاطر التي تحدق بآلاف المدنيين، مع تأكيد شهود عيان عدم وجود ممرات آمنة يمكن للسكان الخروج عبرها. ورغم الدعوات التي أطلقها الجيش العراقي سابقا للمغادرة، فإن ما لا يقل عن 50,000 شخص لا يزالون داخل الفلوجة. من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نساء وأطفالا قتلوا لدى محاولتهم مغادرة المدينة. وعن تقدم العمليات على الميدان، أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية اختراق الخطوط الدفاعية للتنظيم الإرهابي والتقدم باتجاه مركز مدينة الفلوجة، مؤكدا سرعة تحرك القوات العراقية باتجاه أهدافها المرسومة في المدينة، مشيرا إلى مقتل 10 إرهابيين وتدمير 4 سيارات مفخخة كان يقودها انتحاريون. بعد يوم دام أسفر عن مقتل حوالي 150 شخصا في هجمات نفذها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بكل من طرطوس وجبلة، شنت قوات التحالف الدولي هجمات مكثفة على مواقع بريف الرقة معقل هذا التنظيم الإرهابي، بالتوازي مع هجوم بري تقوده وحدات من قوات حماية الشعب الكردي والعشائر بهذه المدينة. الهجوم أسفر وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 22 شخصا مما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في حصيلة أولية. في أخبار الرياضة، سيخوض النجم الساحلي لمنافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب أهل طرابلس الليبي والفتح الرباطي والكوكب المراكشي المغربيين، حسب ما أسفرت عنه عملية سحب القرعة التي جرت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة. سيستهل النجم الساحلي مبارياته يوم 17 من شهر جوان المقبل بالتحول إلى المغرب لملاقاة الكوكب المراكشي. تأهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 72 عالميا إلى الدور الثاني من دورة رولان غاروس الفرنسية إثر فوزه على الألماني فلوريان ماير المصنف 236 عالميا ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة. وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني التشيكي توماس بيرديتش المصنف 8 عالميا.
أعلن رئيس الملعب التونسي غازي بن تونس الانسحاب من التسيير الرياضي بسبب ما اعتبره في بلاغ أصدره اليوم انعدام المنافسة النزيهة والفقدان المطلق للثقة في الكرة التونسية وغياب القيم والأخلاق. أحالت منطقة الأمن الوطني بالحمامات اليوم 38 شخصا من مشجعي الترجي على أنظار المحكمة الابتدائية بجرومباليا، وتم إيداعهم السجن بتهمة الإضرار بملك الغير وإلحاق أضرار جسيمة بمحطة القطار ببير بوركبة. وكان عدد من أنصار الترجي الرياضي عمدوا ليلة الأحد الماضي إثر توقف القطار القادم من صفاقس بمحطة بير بوركبة إلى أحداث الشغب والتراشق بالحجارة. ضمن دورة الصداقة والمحبة في كرة القدم التي تنظمها التلفزة التونسية بمشاركة مؤسسات أعلامية عمومية وخاصة، تأهل فريقا القناتين الوطنيتين الأولى والثانية إلى جانب فريقي الجنوبية والتاسعة للدور نصف نهائي. نتابع. في أجواء رياضية لافتة تزيد في متانة جسور التواصل بين مختلف أعوان المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، تتواصل بملعب أولمبيسكي بالبحيرة منافسات دورة التقارب والتحابب في كرة القدم التي تنظمها التلفزة التونسية احتفالا بالذكرى 50 لتأسيسها. الأهم حاجة هي كل لمة وكل الجو، ما غير المشاكل لما العيات اللي نشوف فيه في ملعبنا. إن شاء الله تكون دورة ناجحة، وهي ناجحة حتى الدقيقة 70. الحمد لله دورة ناجحة. خدها تربي في فينال نهار 2 جوان. خدها تربي باش تصير معناتها المؤسسة إن شاء الله باش ننجحوا إن شاء الله. نشكروا التلفزة التونسية، تلفزتنا العبيد الكل، وقت تشوف الفرحة وتشوف العبيد قاعدة تجي وقاعدة تكور، وإن شاء الله ديما هكا. ونشكروا العبيد الكل، الحقيقة ما تسوي تتعدى روح رياضية، العبيد الكل تحب بعضها. وتلفزوا الراديوات الكل رانا نحبوا بعض. اكثر من التيتر واكثر من التتويج هو اللمه هذه كي تتعرف على اولاد الدومين نتاعك واولاد المؤسسات الاخرين، هي البيوت من التورنوا هذه. وشهدت الدورة اليوم تاهل فرق القنوات الوطنيتين الاولى والثانيه والجنوبيه والتاسعه للدور نصف النهائي، اذ انتصرت الوطنيه الاولى على فريق قناه حنبعل بنتيجه 9 أهداف مقابل 4، وتفوقت الوطنية الثانية على قناة الزيتونة بـ3 أهداف مقابل هدفين، فيما تغلبت الجنوبية على الإذاعة الوطنية بـ4 أهداف لهدف، وفازت التاسعة على قناة نسمة بركلات الجزاء الترجيحية. مقابلة بالحق صعيبة، ما قصروش زوج جمعيات، بقى العزيمة وإحنا من الأول مقررين مش نمشيو أبعد مسافة كبيرة، إن شاء الله نقاول للنهائي وإن شاء الله نعملوا حاجة. على الأسف الكرة ما تعرف فيها ربح وفيها خسارة، خسرنا اليوم مع الجنوبية لأنهم هنا كل حقيقة كانوا أصغر منا شوية، ولكن فيه الفائدة أنه التلاحم والاحتكاك بالآخر، هذيك هي أهم حاجة. وهم الكرة وهم كل شيء، نهنيو العالمين الكل، وإن شاء الله كل عام وإحنا هكا، وإن شاء الله يتكاثروا المناسبات هذوما باش نعديو ميساج نتاع حب في وقت باهي ياسر، وإن شاء الله الكل خيان وإن شاء الله تونس كل بخير. ماتش كبير ياسر تعدى، ورزمون تعدى في كنف الروح الرياضية، هذاك ليسونسيال، يعطيها صحة قناة الزيتون، عدات روح كبير، وإن شاء الله الفينال إن شاء الله كيما وعدناكم إن شاء الله. الفينال دومي فينال معناها كونتر جنوبية باش تكون أصعب من البارتي هذيا اللي كان. ووفقنا ربي وربحنا ماتش، عداو الأولاد عطيهم الصحة، عداو عملوا روندمون حلو برشا، إن شاء الله في الدومي فينال نعطيو خير من هكا وإن شاء الله في الفينال. وستلاقي القناة الوطنية الأولى في المربع الذهبي يوم الخميس المقبل قناة التاسعة، فيما تباري القناة الوطنية الثانية قناة الجنوبية. الآن مشاهدينا إلى تذكير بالعناوين. عشية انطلاق الزيارة السنوية لكنيسة الغريبة، توقعات بقدوم 2500 زائر وإجراءات مكثفة لتأمين هذا الموسم. المنتجات المقلدة تكلف المجتمع خسائر مالية وبشرية، ودعوات متزايدة لمقاطعتها. والقوات العراقية تواصل الهجوم على معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالفلوجة، وقلق دولي متزايد بشأن المدنيين المحاصرين. وقبل أن نختم نذكر أن سنة و264 يوما مرت على اختفاء صحفيين سفيان الشرابي ونذير الإكتاري في ليبيا. وفي الختام شكرا لتي بالمتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.